الرسالة الأساسية الأولى نقول للذين يحكموننا إنكم لن ترهمونا بهذه الأحكام، إننا لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى عز وجل، وإن هذا الشعب الذي ظلمتموه في حقه إن استطعتم أن تقمعوه وأن تسكتوا صوته في مرحلة ما فإنكم لن تستطيعوا أن توقفوا مطالبه وأن تقمعوه. فالشعب استيقظ والحمد لله تعالى عز وجل وبدأ يبحث عن إرادته، فهذا القهر وهذا الظلم وهذا الضغط إنه سيولد الانفجار، وهذا ليس من صالح الدعوة. إذن إذا كان في هذه الدولة عقلاء فلينبغي أن يأخذوا الدروس لما يحدث في المناطق الأخرى. ملف الريف ملف طويل، هذه سنوات بل عقود من السنين، والريف مهمش والريف مقموع، فهي عملية انتقامية، ظاهر أنها عملية انتقامية وليست من الريف وحده، بل كل من صورت له نفسه أن يطالب بحقه، فهذا تهديد للجميع ولكل مغاربة. لا يهمنا من أراد أن يقول شيئا يقول، نحن لا نرد على من يتهمنا، لأن غايتنا هي أن نقف مع المظلوم من أي كان.